الانستجرام اتهور يا جماعة. دلوقتي تقدر تنشر ستوري على الانستجرام مدتها دقيقة كاملة، خطوات بسيطة جدا. أول حاجة هتعملها تيجي تفتح المتجر الخاص بالموبايل بتاعك، وهتبحث عن تطبيق الانستجرام، وهتحدث التطبيق لآخر إصدار. لو طالب تحديث حدثه لآخر إصدار، طبعا هنا مش طالب تحديث. الخطوة اللي بعد كده، لو أنت فاتح تطبيق الانستجرام عندك في الحاجات المفتوحة على الجهاز، هتيجي تقفل تطبيق الانستجرام بالشكل ده، وهتيجي تفتحه تاني، وبعدين هتيجي تعمل ستوري بشكل عادي جدا، وبعدين هتختار الفيديو اللي أنت عايز تنشره اللي هو مدته دقيقة. ده طبعا مدته 54 ثانية، هختاره هنا، وبعدين هتدوس على قصتك. الفيديو هيتنشر معاك بشكل كامل، وهينزل بمدته اللي هي الأساسية اللي هي 54 ثانية أو دقيقة. طبعا زي ما قلتلكوا تقدر تنشر فيديو مدته دقيقة كحد أقصى. لو حدثت تطبيق الانستجرام لآخر إصدار والميزة ما توفرتش ليك، ما تقلقش من أي حاجة، الميزة لسه جديدة وبتوصل للحسابات بشكل تدريجي وهتوصلك في أقرب وقت. لو استفدت من الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة بتاعتي على اليوتيوب، او تعمل فولو للاكونت بتاعي على التيك توك. ولو حابب نتكلم عن شرح معين ممكن تكتب لي في تعليق وانا بإذن الله هتكلم عنه.